بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب وطالبات قسم الإحصاء التطبيقي بكلية التجارة جامعة بنها الفرقة الرابعة في مقرر اختبارات الفروض الإحصائية، إن شاء الله محاضرتنا اليوم هتبقى بعنوان الاستدلال الإحصائي حول معلمة من معالم المجتمع وهي تباين المجتمع. زي ما درسنا قبل كده، الاستدلال الإحصائي سواء كان لمعالم المجتمع اللي درسناها سابقا، متوسط، الفرق بين المتوسطين، نسبة، الفرق بين النسبتين. درسنا 3 أشياء، هي نمرة 1 التقدير بنقطة، أي نجيب تقدير لمعلومة المجتمع الغير معلومة بقيمة واحدة أو بنقطة واحدة، أو تقدير بفترة أو فترة ثقة. الحاجة الثالثة اختبارات فروض تتعلق بتلك المعلمة. نبدأ أول شيء عندنا، وهو إن في 3 رموز أساسية في شغلنا. نمرة 1 السيجما تربيع، ده يسمى تباين المجتمع. السيجما تربيع هات أو اس تربيع بنسميه تقدير او مقدر، مش عارفين طبعا الفرق بين التقدير والمقدر لتباين المجتمع. التقدير بنقطة هو سيجما هات تربيع، اللي هو اس تربيع، اللي هو سمشن اكس ماينس اكس بار الكل تربيع على ان ناقص 1، وده بنسميه مقدر غير متحيز وبيحقق شروط اخرى زي ما خدتم في مادة أو مقرر نظرية التقديرات أنها تحقق أفضل المقدرات بنقطة. النقطة الثانية اللي هي التقدير بفترة، زي ما درسنا قبل كده إنها بتحتاج حاجتين، حد بنسميه حدي الثقة. الحد الأول بنسميه ال أو lower limit، الحد الثاني بنسميه upper limit. الحد الأدنى لفترة الثقة والحد الأعلى المعلمة تقع بينهما باحتمال 1 ناقص ألفا اللي هو مستوى أو درجة الثقة. عشان أعمل الكلام ده بيعتمد على حاجات درسناها قبل كده، موضوعات درسناها في التوزيعات الاحتمالية أو نظرية التوزيعات، وكذلك من العينات إن التوزيع العيني للتباين اللي هو الاس تربيع فيه علاقة أساسية من خلال نظرية التوزيعات ونظرية العينات. استخلصنا إن ان ناقص 1 في اس تربيع على سيجما تربيع لها توزيع كاي سكوير بدرجات حرية ان ناقص 1 اللي هي معلمة التوزيع، وهي أيضا متوسط التوزيع. ال عبارة عن إيه؟ لها قانون بسيط قوي. ال عبارة عن n ناقص 1 في s تربيع على قيمة جدولية أو درجة معيارية وهي كاي سكوير، لأن اتفقنا إن ال s تربيع بتشكيلة معينة لها توزيع كاي سكوير، وتوزيع كاي سكوير دوت من أهم خصائصه إنه ليس توزيع متماثل، أي أنه توزيع ملتوي جهة اليمين. هذا التوزيع الملتوي جهة اليمين له بعض الخصائص، إن في اليمين مش قد الشمال، القيمة الجدولية التي تتخذ في اليمين ليست هي نفسها اللي في الشمال زي التوزيعات السابقة اللي هي كانت سيمتريك، اللي هي زي الستاندرد نورمال والتي. القاعدة الأولى إن اللور ليميت أو الحد الأدنى لفترة الثقة عبارة عن إن ناقص 1 في إس تربيع على كاي سكوير ألفا على 2، ده هنسميه الاحتمال، ودرجات حرية إن ناقص 1، ودي قيمة جدولية بنحصل عليها بالجداول أو باستخدام الإكسل أو باستخدام الآر أو باستخدام أي برنامج آخر يعطي القيمة الجدولية أو الدرجة المعيارية دي. هي عبارة عن طريقة معينة نحصل بها على القيمة الجدولية. أما الأبر ليميت اللي هو عبارة عن الحد الأعلى لفترة الثقة، فهو عبارة عن نفس الشكل تقريبا مع اختلاف القيمة الجدولية. n-1 في s تربيع ده البسط كما هو،
المقام كاي سكوير برضو قيمة جدولية، بس مش ألفا على اتنين، لا ده مكملة الألفا على اتنين، يعني واحد ناقص ألفا على اتنين. لو الألفا على اتنين مثلا ب2% يبقى القيمة الجديدة 98%، اللي هي واحد ناقص 2% يديني 98%، ونفس درجات الحرية أيضا إن ناقص واحد. بعد ما بحسب دول وأقدر أحطهم في شكل احتمال، إن احتمال السيجما تربيع تنحصر بين اللور والأبر باحتمال كام؟ واحد ناقص ألفا حسب الشيء. الحاجة الثالثة اللي هي اختبارات الفروض المتعلقة أو التي تتعلق بتباين المجتمع، إن نفس الخطوات القديمة هي 5 خطوات أساسية. الخطوة الأولى وهي صياغة الفروض، الخطوة الثانية تحديد مستوى المعنوية، الثالثة حساب قيمة الاختبار أو إحصائيات الاختبار أو القيمة المحسوبة أيا كان اسمها، الخطوة الرابعة القيمة الجدولية أو الدرجة المعيارية أو بنسميها المنطقة الحرجة اللي بناء عليها بقبل فين وبرفض فين، الخطوة الأخيرة اتخاذ القرار وهي قاعدة القرار. صياغة الفروض عندي 3 أشكال من الفروض، في اختبار ذو طرفين، اختبار ذو طرف واحد يسار، اختبار ذو طرف واحد يمين. الاختبار ذو طرفين اللي هو اتش نوت واتش وان، الفرض العدم سيجما تربيع تساوي سيجما تربيع نوت، الفرض البديل سيجما تربيع لا تساوي سيجما تربيع نوت، بنسميه اختبار ذو طرفين، حيث سيجما تربيع نوت هي قيمة للتباين مراد اختبارها، مش قيمة حقيقية ولا قيمة جاية من العينة، ده هي مجرد قيمة بنعتقد انها بتساويها التباين بيساويها. الذو طرف واحد يسار يبقى فرض البديل سيجما تربيع اقل من سيجما تربيع نوت، يبقى الفرض العدم كان في الاصل سيجما تربيع اكبر من او تساوي سيجما تربيع نوت. دايما زي ما اتفقنا ان فرض البديل لا يحتوي على يساوي، الفرض العدم هو اللي فيه يساوي او اكبر من او يساوي او اصغر من او يساوي حسب الحالة. اما اختبار ذو طرف واحد يمين فعبارة عن الفرض البديل سيجما تربيع اكبر من سيجما تربيع نوت، عشان طرف واحد يمين يبقى كان فرض العدم عبارة عن سيجما تربيع اقل من او تساوي سيجما تربيع نوت. بخصوص تحديد مستوى المعنوية، هبقى نحتاج مستوى معنوية معين حسب رغبة الباحث او حسب ما شروط البحث او حسب نوع البحث او حسب ايا كان بنحدد مستوى المعنوية. الخطوة الثالثة وهي احصائيات الاختبار او دالة الاختبار او القيمة المحسوبة، تعتمد ايضا على كاي سكوير لان القيمة الجدولية كاي سكوير، يبقى القيمة المحسوبة ايضا كاي سكوير. القيمة المحسوبة عبارة عن كاي سكوير بتساوي ان ماينس 1 في اس تربيع على سيجما تربيع نوت، اللي هي القيمة المراد اختبارها للتباين. الخطوة الرابعة وهي عبارة عن تحديد المنطقة الحرجة او القيمة الجدولية اللي هي القاعدة اللي بناء عليها بقبل او برفض الفرض العدم. عندي 3 اشكال، الشكل الاول لو عندي اختبار ذو طرفين بظلل طبعا التوزيع كاي سكوير من التوزيعات الملتوية او الغير متماثلة، بس الالتواء ده جهة اليمين زي ما رسمينه في الشكل اللي قدامنا، اظل الحتة في اليمين الديل الاول، الديل الثاني في الشمال، والقيمة الجدولية تكتب في اليمين كاي سكوير الفا على 2، الالفا على 2 عشان هتتكتب مرتين، ودرجات حرية ان ناقص 1، يبقى كاي سكوير الفا على 2 وان ناقص 1. اما في جهة اليسار فهتبقى كاي سكوير مكملة الالفا على 2، يعني 1 ناقص الالفا على 2 وان ناقص 1 اللي هو درجات الحرية. اذا كان الاختبار ذو طرف واحد يمين بظلل برضو في جهة اليمين فقط، بس لما باجي اكتب القيمة الجدولية يبقى كاي سكوير الفا فقط ودرجات الحرية ان ناقص 1، ما بقسمش على 2 لان القيمة الجدولية كتبت مرة واحدة وفي جهة واحدة،
إذا كتبت يمين فقط يبقى ألفا بس، ودرجات الحرية طبعا ثابتة إن ناقص واحد. أما إذا كان الاختبار ذو طرف واحد يسار فبظل الديل من اليسار فقط، وبكتب القيمة الجدولية كاي سكوير مكملة الألفا، مبقاش يمشي على اتنين، الألفا كانت هناك في اليمين تبقى في اليسار واحد ناقص ألفا، ودرجات الحرية إن ناقص واحد أيضا. القاعدة الأخيرة أو الخطوة الأخيرة لاتخاذ القرار نفسه، إن لو القيمة المحسوبة وقعت في منطقة القبول يتم قبول فرض العدم ورفض البديل. أما إذا وقعت في منطقة الرفض القيمة المحسوبة يتم رفض فرض العدم وقبول البديل. ناخد بعض الأمثلة كده عشان نوضح طريقة تطبيق اللي احنا درسناه في الموضوع. أول حاجة المثال دوت بيقول لي مجتمع غير معلوم تباينه. طب لو كان تباينه معلوم مفيش داعي أستدل عنه، والموضوع ملوش أي أهمية لو تباين المجتمع معلوم. أستدل إمتى؟ لما يكون المجتمع تباينه غير معلوم. سحبنا منه عينة حجمها 12 يبقى إن ب 12، وتباينها عايد على العينة 4 يبقى إس تربيع أو سيجما هات تربيع ب 4. المطلوب الأول عايزين ننشئ 95% فترة ثقة لتباين المجتمع الغير معلوم. الخطوة الثانية عايز اختبر فرض بأن تباين المجتمع يختلف عن 5 باستخدام 5% مستوى معنوي. عشان انشئ فترة ثقة ألخص بياناتي الأول. أولا إن ب 12 يبقى إن ماينس 1 اللي هي درجات الحرية بقت 11، اس تربيع او سيجما هات تربيع ب 4. الخطوة الثانية عشان انشئ 95% فترة ثقة يبقى الواحد ناقص الفا ب 95%، يبقى الالفا بس ب 5%. في فترة الثقة انا بحتاج حاجتين، الفا على 2 وواحد ناقص الفا على 2. الالفا على 2 نقسم 5% على 2 يديني 25 من 1، و اجيب مكملها يديني 975 من 1. يبقى انا محتاج حاجتين، محتاج كاي سكوير الفا على 2 وان ناقص 1 عند ال 11، يعني اجيب 25 من 1000 و11. هلاقي القيمة الجدولية دي بأي أسلوب كان هتبقى 21.9. أيضا بجيب كاي سكوير 1 اللي هو المكمل، 1 ناقص ألفا على 2 وإن ناقص 1، يعني 975 من 1 وده 11 اللي هي درجات الحرية هتديني 3.82%. ال اللي هو اللور ليميت أو الحد الأدنى لفترة الثقة كان عبارة عن إن ماينس 1 في إس تربيع على كاي سكوير ألفا على 2 وإن ماينس 1. إن ماينس 1 ب 11، ال إس تربيع ب 4، القيمة الجدولية بتاعت ألفا على 2 وإن ماينس 1 عبارة عن 21.9. نتيجة الضرب والقسمة تطلع فترة الثقة أو الحد الأدنى لفترة الثقة عبارة أو حدي أو حد الثقة الحد الأدنى 2.1%. بالمثل أطبق قانون الأبر ليميت اللي هو إن ناقص 1 في إس تربيع على كاي سكوير المكمل 975 من 1 وإن ماينس 1 اللي هي 11، إدتني القيمة الجدولية 83%، يبقى 11 في 4 على 83%، يديني 11.52%، يبقى السيجما تربيع تنحصر بين اللور 2.1% والأبر 11.52%. عشان أعمل المطلوب التاني اختبر الفرض يبقى لازم أعمل الخمس خطوات بتاعت اختبارات الفروض. صياغة الفروض، أولا قال لي الفرض القائل بأن تباين المجتمع يختلف عن 5، يبقى معرفش إن كان أكبر ولا أقل، أخد الحالتين، يبقى فرض العدم اتش نوت سيجما تربيع تساوي 5 ضد الفرض البديل سيجما تربيع لا تساوي 5، يعني اختبار ذو طرفين ومستوى المعنوية 5% حسب ما معطى لنا أو حسب هدف الباحث المستوى المعنوية 5%.
ده صياغة الفروض. الخطوة الثانية مستوى المعنوية حددناه 5%. الخطوة الثالثة إحصائيات الاختبار، القانون بتاعنا عبارة عن N ماينس 1 في S تربيع على سيجما تربيع نوت، يعني 11 في 4 على 5 القيمة المراد اختبارها للتباين. النتيجة النهائية تطلع 8.8 من 10، دي اسمها إحصائيات الاختبار أو القيمة المحسوبة للاختبار. الخطوة التالية نحدد منطقة الحرجة. عشان أحدد المنطقة الحرجة بجيب ألفا ب5%، أجيب منها ألفا على 2 عشان اختبار ذو طرفين، يبقى أقسم الألفا على 2 تطلع 25 من 1000، وأجيب مكملها اللي هو 1 ناقص 25 من 1 975 من 1. يبقى أنا محتاج أجيب كاي سكوير ألفا على 2 وإن ناقص 1 عشان الطرف اليمين، و 25 من 1 و11 تطلع 21.9 من 10. الخطوة الثانية بجيب كاي سكوير 975 من 1 و11 أيضا اللي هو عشان الطرف اليسار، تطلع 83.8 من 100. ما اختلفتش عن اللي استخدمناه في فترة الثقة، لأن فترة الثقة تعتبر اختبار ذو طرفين ونفس مستوى المعنوية واحد، فالقيم مش هتتغير الجدولية تماما. أرسم شكل الاختبار. منساش وأنا برسم أظلل أو أرسم توزيع ملتوي وليس متماثل زي التي والكاي سكوير، لا ده له طبيعة خاصة. ملتوي جهة اليمين يعني بميل ناحية اليمين، أظلل في اليمين وأكتب تحت المنطقة الأولى 21.9 من 10 اللي هي كانت كاي سكوير ألفا على 2 وإن ناقص 1. أظلل جهة اليسار هلاقيها كاي سكوير المكمل بتاعها اللي هي 1 ناقص ألفا على 2 وإن ناقص 1، هلاقيها ب3.82 من 100. أشوف القيمة المحسوبة 8.8 من 10 وقع بينها 83 و21.9 ولا أكبر من 21.9 ولا أقل من 83؟ لا، هلاقيها وقع بينهم، يعني وقع في منطقة القبول. يبقى القرار بتاعي يتم قبول فرض العدم ورفض البديل. طبعا مفيش داعي ان انا اعمل امثلة تانية، لكن عشان التوضيح فقط هنغير بس شكل الفرض البديل ايه والعدم ايه. المثال اللي بعده بيقول لي في المثال السابق عايز يختبر الفرض القائل بان تباين المجتمع يزيد عن 5، يبقى الفرض البديل سيجما تربيع أكبر من 5، يبقى فرض العدم كان شكله إيه؟ سيجما تربيع أقل من أو تساوي 5، بمستوى معنوية أيضا 5، يبقى الفرض البديل سيجما تربيع أكبر من 5 عشان يزيد، والعدم كان سيجما تربيع أقل من أو تساوي 5. الألفا موجودة ب5% بس ما بقسمهاش على 2 لأن ده اختبار ذو طرف واحد يمين. القيمة المحسوبة هي مفيش تغيير، لأنها لا تعتمد على إن كان الاختبار ذو طرفين ولا طرف واحد، لا ده بتعتمد على N ماينس 1، S تربيع وسيجما تربيع نون، وهم ما تغيروش لأنه نفس المثال. الخطوة اللي بعد كده بنحدد المنطقة الحرجة. أرسم توزيع ملتوي سكيود ناحية اليمين وأظلل جهة اليمين فقط، تبقى المنطقة الرفض ابتداء من 19.7 من 10. جت منين 19.7 من 10؟ هي كاي سكوير 5% بدون القسمة على 2 وان ناقص 1، يعني كاي سكوير 5 من 111. لو عملتها بطريقة ايا كانت اوصل للنتيجة ان القيمة الجدولية 19.7 من 10. اشوف القيمة المحسوبة اللي هي ما اتغيرتش 8.8 من 10 تقع فين؟ هل تقع في منطقة القبول؟ يبقى القرار بتاعي قبول فرض العدم ورفض البديل. وزيادة التأكيد عشان نتدرب على شكل الاختبار الثالث لو اختبار ذو طرف واحد بس يسار. قال لي اختبر الفرض القائل أن تباين المجتمع يقل عن 5، برضو مستخدما مستوى معنوي 5%. أول حاجة الفروض هتبقى شكلها إيه؟ فرض العدم هيبقى أكبر من أو يساوي 5، أما البديل أقل من 5، طرف واحد يسار. الألفا كما هي 5%، مفيش تغيير.
قيمة المحسوبة هي 8.8. المنطقة الحرجة هي اللي تختلف، لأن ده في طرف واحد يسار، هرسم برضو شكل توزيع ملتوي جهة اليسار اليمين، بس لما أجي أظلل طرف واحد جهة اليسار. يبقى القيمة الجدولية هتبقى عندي عبارة عن كاي سكوير 1 ناقص ألفا وإن ناقص 1. الألفا ب5%، يبقى أنا عايز كاي سكوير 95%، و11 اللي هي إن ناقص 1 هلاقيها ب4.58. أشوف القيمة المحسوبة بتاعتي تقع في أنهي، هلاقيها وقعت في منطقة القبول، يبقى أيضا يتم قبول فرض العدم ورفض الفرض البديل. ده ببساطة شديدة لو بنتعامل مع تباين، مع معلمة هي تباين المجتمع. إن شاء الله محاضرتنا اللي جاية هتبقى عبارة عن الاستدلال الإحصائي عن النسبة بين تباينين، اللي هي بيندرج تحتها التجانس، يعني هل التباينين بتوع المجتمعين متساويين ولا لأ، زي ما خدنا في الفرق بين متوسطي مجتمعين، خدنا حالة أن العينات مسحوبة من مجتمعات لها نفس التباين، أو المجتمعات متجانسة أو غير متجانسة. عايزين نتأكد بقى نعرف منين إذا كانت متجانسة أو غير متجانسة. وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة، بالتوفيق للجميع إن شاء الله.